أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ويقول: ما حكم رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. غض الصوت عند الرسول حيا أو ميتا مطلوب، تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلا يجوز هذا، ما يجوز رفع الصوت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز في حياته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. نعم.